السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد شبراوي وأنت بتشوف قناة الصفا للعود والعطور. النهاردة هنتكلم عن عطر مهم جدا من عطور فصل الدايل، هو يعتبر الأغلى والأندر والأفضل في المكونات بتاعته، ومكوناته الحقيقة من نوع من الأنواع النادرة، فعشان كده تمنه كمان غالي وفي نفس الوقت مميز بشكل أساسي. طبعا الفيديو موجه طبعا للتميز، وطبعا الجماعة اللي بيحبوا يتميزوا بالعطر بتاعهم وان هو يستخدم عطره فعلا محدش بيستخدمه كتير، يعني بشكل عام الريحة مش متكررة، يعني او الريحة مش هتبص تلاقيها منتشرة على جميع الناس تقدر تشمها، لا انت بتعطر بعطر فعلا مميز. فمن ضمن العطور المميزة هو فعلا الفصل دايل عامل عطر اسمه اريبيان في اي بي. اريبيان في اي بي القاعدة العطرية بتاعته من الكهرمان. طبعا لو احنا اتكلمنا عن الكهرمان، هي طبعا احجار بتشكل الاف السنين بشكل طبيعي، ليها ريحة مميزة جدا، كمان بيستخرج منها زيوت اسمها زيوت الكهرمان. طبعا زيوت الكهرمان بتدخل في العطور. طبعا الكهرمان شيء مميز جدا، هو لونه لون الاصفر قليلا كده، او اصفر ممزوج بالبنفسج، طبعا بيشكل منه الاحجار والاحجار الكريمه، طبعا بيستخرج منه زيوت طبعا، وفي كل حاجه دلوقتي بيقدروا ان هم يستخرجوا منها زيوت طبيعيه تدخل في العطور ونشمها بشكل عام. طبعا الكهرمان شيء جدا بيميزه ومميز جدا في العطور، وكمان هتلاقي العطور كلها اللي داخل فيها الكهرمان هتلاقيها شيء مميز جدا ومميزه في العطور بتاعتها. طيب فصل الدايل هنا ضايف عليه البرغموت. البرغموت طبعا هي مقدمة العطر في البرغموت، فبتقدر ان انت تشم ريحة البرغموت. طبعا البرغموت من الحمضيات، طبعا بشكل عام بيساعدك على التركيز، وكمان بيساعدك على الهدوء والراحة النفسية. كمان فصل الدايل ضايف ليه هنا في وسط العطر ضايف له الهيل. الهيل طبعا يا جماعة بيطلق من العطور العربية والعطور العربية البحتة، طبعا الهيل والعنبر وكمان دهن العود، فطبعا لما بيدخل في العطور على طول نقدر نقول ان ده من العطور العربية. العطور العربية طبعا بتاعتنا متميزة جدا وغنية جدا بالمكونات بتاعتها والمكونات اللي فيها، باختلافا عن الزهور والزهور بأشكالها بأنواعها. طبعا في حوالي 114 ألف نوع من أنواع الزهور، فطبعا الكم ما شاء الله كبير جدا. المهم ان احنا بنتكلم على عطورنا المميزة، والعطور المميزة جدا بالنسبة لنا العطور العربية بيدخل فيها الهيل. وطبعا الهيل ليه نكهة مميزة جدا، طبعا سواء انت بتستخدمها طبعا في القهوة العربية، وكمان او بتستخدمها طبعا في المطبخ، بيستخرج منها زيوت. الزيوت العطرية اللي بتدخل فيها تبقى ممزوجة بشكل مناسب جدا ومقادير معينة، مع طبعا قلنا الكهرمان وقلنا البرغموت، فطبعا هو بيشكل عطر فعلا مميز خرج عن المألوف. العطر مش هتشمه في اي مكان تاني، فقط عند فصل التايل، فهتبص تلاقي نفسك مميز بالعطر بتاعك. هو عطر الأمانة، هو عطر شخصي، يعني نقدر نقول اللي هو المناسبات، مش عطر يومي. فطبعا ده بيفرق بين العطور اليومية وان العطور الرسمية. فطبعا انت رايح حفلة، رايح زواج، رايح مناسبة مهمة جدا، تقدر تستخدم العطر ده. استخدامك للعطر فعلا هو بيميزك بين الحضور، وبيميزك بين الموجودين معاك في المكان. فطبعا بيلفت الانتباه، لان هو كمان ما شاء الله فواح، وفواح جدا كمان، والثبات بتاعه ممتاز. انصحكم بيه. وطبعا لو حبيت ان انت حابب العطر، طبعا هنسيب لكم لينك طبعا في الديسكريبشن، تقدر تطلبه على طول. شرفنا طبعا ان احنا نقدر ان احنا نخدمك. طبعا لو اول مره بتشوفنا في القناه، في فيديوهات مراجعات عن عطور مختلفه من شركات مختلفه، طبعا يشرفنا ان انت تنضم لينا، وكمان تفعل الجرس عشان يجي لك مراجعات ومكونات العطور مهمه جدا، واسرار العطور مش هتشوفها في اي مكان تاني. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.